اهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ ونكمل حلقاتنا في شهر رمضان المبارك، اوله رحمه واوسطه مغفره واخره من النار. احنا في الاول كده، بس برضه لازم يعني الواحد يفكر نفسه على طول، لان هم 29 يوم او يعني من فضل ربنا ساعات بيبقوا 30 يوم، فنفكر نفسنا دايما لان الوقت بيعدي على طول في ثانيه. هقول لكم النهارده هنعمل ايه. هي حاجة أساسية برضو متعودين عليها على طول في رمضان، وما أعتقدش إن مفيش حد أكلة مفيش حد ما بيحبهاش، بس متعودين بس نكتر فيها الزبدة والسمنة حبتين ثلاثة أربعة كده، يعني حاجات قد كده ونحط زبدة وسمنة وكده. فأنا عاملاها خفيفة جدا، مقللين منها السعرات الحرارية قوي، عشان لو حد عنده مشكلة في السكر، الكوليسترول، لو متضايقين من اللحمة ممكن نستبدل الوصفة بفراخ مفرومة، وممكن ان شاء الله نعمل الفراخ مفرومة ندخلها بشكل تاني برضو في نفس الفكرة اللي هو الجلاش. انا النهاردة عامل لكم جلاش، طبق طاجن الجلاش المعروف العادي باللحمة المفرومة بس بسعرات حرارية اقل. نبدأ مع بعض سريعا كده. عايزين نعصق اللحمة، نجيب على طول اللحمة نقطعها على النار، اللحمة طبعا تبقى قليلة الدهون. اهم حاجة ان احنا ان شاء الله لما نيجي نفطر نبدأ بالتمر، عشان التمر سريع الامتصاص في الجسم، فهيمد الجسم المعادن والفيتامينات اللي هو محتاجها، وهيظبط سكر الدم. حاجة مهمة جدا ان احنا بنبقى محتاجين حاجة تظبط معدل السكر في الدم. هقطع البصل دلوقتي، لان اصلا يعني من سبب الجوع بتاعنا والعطش، مش بيبقى سبب فعلي الجوع يعني نقص الاكل او كده، بيبقى سبب ان سكر الدم واطي، فاحنا بنحتاج. عشان كده سبحان الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام اول حاجه نصحنا بيها هي التمر، وكان من نظامه الغذائي ان هو بيفطر ميه بعسل، كوبايه ميه وعليها معلقه عسل بيدوبها، وبعدها بشويه كان بيفطر، كان بياكل 7 تمرات، وبعدها بشويه كسرة خبز شعير يعني كانت قد كف الايد، معاها نقطتين خل تفاح، نقطتين خل تفاح عليهم معلقة زيت زيتون. كان بيتغدى ما تيسر من اللي موجود في البيت، بس هو كان بيحب الكوسة قوي، كان بيقول الدباء تشد القلب الحزين، وبرده التلبينة، والتلبينة من الشعير. كان بيقول برضو يعني مش فاكرة نص الحديث، بس هي من الحاجات المفرحة اللي بتساعد الإنسان ان هو يتخلص من الاكتئاب، ويعني الاكتئاب ده مش حد ما بيشتكيش منه، الوحشين والكويسين بيشتكوا من الاكتئاب، حتى اللي بيقدروا عندهم القدرة ان هم ينكدوا على الناس بيشتكوا من الاكتئاب. يعني تشوفوا كده لو انت منكد على أمة لا إله إلا الله وبرضه بيشتكي من الاكتئاب، سبحان الله يعني. بس فأهم حاجة ان احنا نخلي بالنا من موضوع التمر ده، لان هو مهم جدا وهيدينا طاقة برضو، لان الانسان هيبقى عطشان جدا وحاسس بهبوط طول اليوم، فمحتاج حاجة تديله طاقة وباور، خصوصا ان ناس كتير قوي او معظم الناس بعد صلاة تشيل دي، بس بعد صلاة المغرب بيصلوا المغرب، وفي ناس كتير بتتكاسل عن التراويح. فطبعا في مصر يعني ما شاء الله الجوامع بيبقى الناس بتصلي على الرصيف، يعني ما شاء الله ولا قوة الا بالله، يعني ما بيبقاش فيه مكان. انا كانت ليا واحدة صاحبتي جوزها كان بيصلي على سلمة وسلمة من كتر ان المسجد مليان على اخره، لان المساجد المعروفة الكبيرة في مصر وبيخطب فيها شيوخ معروفين او كده بيبقى عليها تجمهر. يعني حط هنا فلفل اسود، رشه فلفل اسود ورشه ملح
و كركم بقى، عايزين مضادات اكسده بقى، وحشني الكركم بقى لي كذا حلقه وما بحطهوش. ممكن قرفه طبعا، وعايزين تحطوا كاري، ممكن تحطوا كاري. الجنزبيل بيبقى حلو قوي مع اللحمه، وبرده بيعلي الحرق، مهم جدا ان هو يعلي الحرق. طيب انا كان في وصفه قلتها في حلقه، لا كتبتها لحد على الفيسبوك، كان في حد سالني على مشكله عنده فانا رديت عليه وكتبتها على الفيسبوك، فطلبوا مني ان انا اقولها في حلقه. انا كذا مره اجي اعملها بس وقت الحلقه ما يسعفنيش، انا هقولها لكم، واول ما يكون عندي وقت في الحلقه ان شاء الله هعمل لكم الوصفه دي برده. الوصفه دي وصفه مضاده للاكسده. انا هحط هنا البصل على طول، ثانيه واحده بس هقول لكم، ثانيه واحده بس هركز. بسم الله، بحبش اكل يقع مني، بتضايق جدا لما نعمه ربنا تقع مني. تقليبه بس للبصل سريعه، وخلي النار عاليه عشان اللحمه ما تنزلش ميتها، خلي دايما الميه عاليه. حط فصين ثوم هنا، خرجوا الطاقه السلبيه بقى. الوصفه دي كالاتي، الوصفه دي بتعلي الحرق، تخلص السموم من الجسم، ومهمه جدا للناس، يعني معلش هضطر اقول دي، الناس اللي عندها امساك مزمن، لان الموضوع ده جالي عليه اسئله كتير قوي. من الحاجات الكويسه جدا الوصفه دي للناس اللي عندها المشكله دي، فحلو قوي ان انتوا تعملوها كل يوم، وبتقوي المناعه وبتعلي الحرق وبتخلص السموم من الجسم. احنا عايزين ايه تاني يعني؟ يعني خمسه في واحد يعني، او اربعه في واحد. الوصفه كالاتي، ميه دافيه، كوبايه ميه دافيه، عليها نص معلقه قرفه، عليها معلقه صغيره خل تفاح، عليها نص ليمونه صغيره. هقولها تاني عشان اللي عايز يكتبها يقولها، يكتبها معايا. كوبايه ميه دافيه، عليها معلقه، سوري انا نسيت اقول العسل، معلقه عسل نحل صغيرة أو كبيرة على حسب الرغبة، معلقة العسل الأبيض 20 سعر حراري، زيها زي السكر، بس هي تفرق إن السكر الأبيض، السكر الأبيض، السكر البني، العسل الأبيض، الثلاثة سعرات حرارية واحدة، 20 سعر حراري للمعلقة الصغيرة بس، بتفرق في الفوائد. السكر الأبيض سكر مكرر، سكر تم التخلص من كل الفوائد اللي فيه، لكن السكر البني ده لسه فيها المعادن بتاعتها، البوتاسيوم والمغنيسيوم وكل المعادن اللي موجودة في الحاجات اللي هي الحبة الكاملة. العسل الأبيض نفس الحكاية، العسل الأبيض أولا هو مذكور في القرآن، فيه شفاء للناس، فدي حاجة كويسة جدا إن الإنسان يدخل في نظامه الغذائي كل يوم معلقة عسل أبيض ولو صغير. هعيد لكم بقى الوصفة تاني وأنا بقلب اللحمة كده. كوباية مية دافية، دافية لا سخنة ولا ساقعة، دي بتفرق جدا، خلوا بالكم من النقطة دي، بتفرق، حتى بتفرق في الجهاز الهضمي وفي المعدة، عشان بس محدش يتعب، تبقى فعلا دافية، تحطوا ايديكم فيها مثلا وتستحملوا حرارتها عادي جدا. كوبايه ميه دافيه، عليها معلقه عسل ابيض، عليها نص معلقه قرفه، لو هي القرفه كتير حاسين ان هي طعمها مش حابينه قللوا شويه، معلقه خل، نص ليمونه، وان شاء الله بجد هتدعولي، كده كده لازم تدعولي اصلا يعني، لان هي الوصفه دي مشهوره جدا عالميا، مش اختراعي يعني، بس يعني نصحت بيها كذا حد قالوا لي انها ساحره ما شاء الله. نجيب الطاجن بقى، هي اللحمه كده خلاص يعني، حابين بقى نعمله بحته زبده مثلا عشان ندي ريحه للطاجن بالزبده تبقى اوكي، ممكن كده، مش عايزه بس ايه
يا الزبدة لسه مش سايحة. الزبدة آخر حاجة دخلتها في الحلقة، أكتر واحدة مبتستخدمش زبدة. هحاول بس إيه عشان تديني طعمة بس من تحت كده للجلاش، حتة معلقة زبدة أو نص معلقة زبدة زي 10 معالق زبدة في الطعم. لا في الطعم كمان هتبقى يعني اللي اتعود على الحاجات اللي بتكون قليلة بجد والله مش هيقدر يجرب حاجات فاتي قوي او فيها دهون عاليه، نسبه دهون عاليه. طفيت هنا على اللحمه خلاص، بالنسبه لي كده تمام وما فيهاش ميه وزي الفل. ممكن دلوقتي احط الجزر لان الجزر المبشور مش هيحتاج وقت على النار، فهيستوي في الربع ساعه بتاعه الفرن دي. تقليبه بقى، حابين بقى تحطوا هنا اي حاجه، فاصوليا، خرشوف، ايه تاني، سبانخ حلوة قوي. الاطفال اللي بياكلوش سبانخ ومعظم الاطفال بيحبوا الجلاش. نفرد بقى فردة حلوة كده الجلاش ده طاجن. لا ايه رأيكم نفرده بعد ما ارجع لكم الفاصل؟